حدثنا محمد: أخبرنا وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فقال فيها: الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى فيها محدثًا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمه المسلمين واحده فمن اخفر مسلما فعليه مثل ذلك